السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل القرنبيط. القرنبيط مفيد جدا وصحي، واحنا بنحب ناكل المخللات عامة يعني، فالقرنبيط حلو كمخلل وبيبقى خفيف وبيبقى مسكر وجميل. فاحنا هنعمل قرنبيط صحي مخلل. ازاي بقى؟ اللي احنا بنقلل الملح بتاعه عشان الناس اللي عندها مشكلة في الضغط او عندها مشكلة في الاملاح تقدر تاكله وتستفاد من قرنبيط، وفي نفس الوقت تاكل مخلل حلو وخفيف. فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب قرنبيطة وسط او كبيرة زي ما انت عايزة، او صغيرة على حسب البرطمان اللي انت هتعملي فيه. لو برطمان صغير بتجيبي قرنبيطة صغيرة. فانا جبت القرنبيطة وقطعتها بالشكل ده. عايزين تقطعوها اصغر من كده؟ تمام. الشكل ده هياخد مثلا من اسبوع ل10 ايام وبعد كده تاكلي منه. لو هتقطعيها صغير بتاكلي بعد 3 ايام على طول. بعد كده جبت ايه؟ البنجر. البنجر حلو جدا مع القرنبيط، مع اللفته حلو جدا، بيدي لون. الميه بتاعته بتبقى حلوه. البنجر صحي جدا وبيخلي لون القرنبيط محمر كده وجميل. بنعمل ايه بقى؟ المقدار عشان نخليه صحي ما يبقاش تقيل او مملح قوي. فاحنا بنجيب كوبايه. انا جبت كوبايه، دي المعيار بتاعي. فانا همليها ميه واحط معلقتين شاي صغيره. عارفين المعلقه دي بتاخدي منها معلقتين صغيرين ملح ورشه سكر، وتروحي حاطه على الكوبايه دي. فاحنا هناخد الكوبايه دي نعمل منها في الحله. نجيب حله زي كده، بصوا الحله دي، هنحط فيها الميه حوالي 3 كوبايات ميه ونغليهم. بعد كده نروح حاطين الملح. بعد ما الميه تغلي ونطفي عليها نحط الملح على حسب الكوبايه. احنا قلنا الكوبايه بتمليها على اخرها وتحطي معلقه ونص ملح ورشه سكر. ده لو عايزاه يبقى مسكر وحلو، مش عايزه ممكن نستغنى عن السكر، مفيش مشكله. يلا بينا هنعمل الميه ونشوفها لما تغلي هنعمل ايه. رجعنا تاني وانا حطيت الميه تغلي على البوتاجاز وكده، وهي ابتدت تغلي اهي. بعمل ايه؟ هطفي عليها وهروح جايبه الملح معايا. الملح اهو، دول 3 كوبايات، فانا هحط حوالي 5 معالق كده. فنحط 1 2 3 4 5. الاختياري بقى، اول حاجة الاختياري اللي احنا هنحطها سكر. فانا عن نفسي بحب السكر في المخلل، بيبقى حلو. فهحط حاجات بسيطه قوي، ربع معلقه صغيره سكر. اللي بيخلي المخلل يستوي بسرعه وما ياخدش وقت هو الخل. فانا بحط نص معلقه صغيره خل. لو عايز تحطي معلقه ما فيش مشكله، بس انا بحط نص معلقه على اساس لو قعد مده اطول ما يتهريش. فنص معلقه اهي بس، وبقلب. وبسيبه يبرد شوية، وبعد كده بحطه بنحط القرنبيط في البرطمان ونحط المية. بس عشان البرطمان ازاز فعشان ما يتكسرش او يحصل له حاجة فبسيبه تهدى شوية. لو بلاستيك تسيب المية تهدى خالص وتبرد خالص وتحطي، ما ينفعش تحطي البلاستيك مع الحاجة سخنة. تمام. فاحنا هنسيب الميه تبرد شويه وهنرجع تاني نشوف بنرتب البرطمان ازاي عشان يبقى شكله حلو وجميل. بعمل ايه بقى عشان شكل البرطمان يبقى حلو والبرطمان كله يبقى لونه احمر؟ بحط شويه بنجر في الارضيه اهو، شويه بنجر، وبعد كده بروح احط القرنبيط اهو كده. شوفوا شكله كده. لو انتوا عايزين تسلقوا القرنبيط يعني تحطوه في ميه سخنه وتشيلوه على طول مفيش مشكله، بس انا بحب اعمله كده عشان بشيله في التلج. بصوا كده، يعني ما يتضغطش عليه قوي، بس حاجات بسيطه كده. بس بحط كده
تروح حاطين البنجر على الوش يبقى تحت وشه لونه حتى ابتدى يعمل. فلما تحط المية اللي تحت هيتعمل لون واللي فوق هيتعمل لون. بس كده كده نحط بقى المية واجي اقولكوا في الاخر شكله عامل ازاي. ده كده شكل البرطمان، بصوا من تحت شكله عامل ازاي. البنجر مدي لون من تحت ومن فوق ولسه يعني عاملاه. تخيلوا بقى بس بعد 10 ايام او اسبوع هيبقى شكله عامل ازاي. هو ده كده مخلل القرنبيط. واتمنى للفيديو يكون عجبكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان اقدر اكمل واعمل فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.